شرع الله قدوتنا رسول الله أملي أن يرضى الله أملي أن يرضى الله أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري إن تسأل عني فإني داء الإسلام يكفيني شرفا أني أنتسب إلى الإسلام سأعيش بإذن الله ملتزما شرع الله قدوتنا رسول الله أملي أن يرضى الله أملي أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن اللهم املأ قلبي بالسنة والقرآن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبخير الخلق رسولا يهديني إلى الإيمان أنا تلميذ البخاري عبد الله وأوديك لنظرون نور كالقمر الساري أنا اسمي عمر وأوريكم الأكل التشكل يكفيني شرفا أني أنتسب إلى الإسلام سأعيش بإذن الله ملتزما شرع الله قدوتنا رسول الله أملي أن يرضى الله أملي أن يرضى الله أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري إن تسأل عني فإني من أبناء الإسلام يكفيني شرفا أنا اسمي يوسف أوريكم سأعيش بإذن الله ملتزما شرع الله في غرفة العذاب أنا اسمي وراء أملي أن يرضى الله أملي أن يرضى الله أنا تلميذ البخاري القمر الساري في روضات البخاري
المناسبة وأعيدوا إلى المدرسة. وقلام وصوت جميل، يلا معايا. لوح وقلام وصوت جميل، حفظ وفهم لذكر حكيم، يبني العقول ينير السبيل، علوم سكاب من غدا المستقيم. حدث بحب عن عالم يجمل في ناظريك الحياة، املأ قلبك من احرف ابدعها خالق السماوات. منذ نعومة اظفارنا فترتنا خير تاج الرؤوس، تحفظ دوما بكتب وترقى بنا بين كل النفوس. لوح وقلم وصوت جميل. دلوقتي نوريكم شوية لقاءات مع أصحابي في المدرسة. ممكن نتعرف على حضرتك؟ أو طبعا، أنا اسمي إيمان. تشتغلي إيه؟ أنا بشتغل في شؤون عاملين. شؤون عاملين دي يعني انا اللي بعمل المرتبات للناس اللي بتشتغل هنا في البخاري. شكرا. العفو. ممكن اتعرف على حضرتك؟ انا اسمي احمد قمر. بتشتغل ايه؟ انا شغال سكرتير الدكتور حمدان مدير المدرسه. بتعمل ايه؟ بنظم الاجتماعات، بظبط الورق، برتب الحاجات كده للنظار، لرأس الأقسام، للمدرسين، بس. أنا اسمي لدينا، ينفع أتعرف على حضرتك؟ أنا اسمي أيمن جمعة، حارس البوابة. تعمل إيه مع الأطفال؟ نخلي بالي من الأطفال الصغيرين ما يجروش على البوابة أول ما ينزلوا من الباص. شكرا. اهلا بيكم، انا اسمي اشرق. ممكن اتعرف عليكي؟ اسمي سعدين، كمبيوتر كي جي 2. ممكن تقولي حاجه في الترم الثاني؟ في الترم الثاني ان شاء الله هنتعرف ازاي نشغل برنامج البينت، ازاي نقدر نستخدمه، وازاي نلون على البرنامج ونرسم. شكرا. انا اسمي جودي، ممكن اتعرف على حضرتك؟ أنا كابتن مصطفى. أيوة، أنت بتعلم الأولاد إيه؟ بعلمهم، بديهم حصص تربية رياضية. طب أنت بتلعبهم إيه؟ بلعبهم جمباز، وبلعبهم كورة، وبلعبهم بديهم لياقة بدنية. عارفة اللياقة البدنية ولا مش عارفاها؟ مش عارفاها؟ أخلي الولاد أقوياء، عندهم تحمل، بيتحملوا لما يجروا كتير ما يتعبوش. حضرتك؟ ايوه، الدكتوره ايمان الشافعي، دكتوره معهد البخاري الازهر. اصحابي كانوا بيعطسوا يكحوا، فانا خايفه تعدي اعمل ايه؟ سؤال جميل فعلا. بص يا احمد، اليومين دول عشان دخول فصل الشتاء علينا، معظم الاطفال في الخروج من البيت الصبح بيكون الجو دافي، ويخرجوا على الجو البارد بره وهم نازلين يركبوا الباص او العربيه، هما بيجي لهم حكاية العطس والكحة. مش ضروري يكونوا مرضى حقيقي، ممكن ده حساسية من الجو، لأنهم وهما في البيت بيكونوا في جو دافي وبيخرجوا للجو الإيه؟ البارد.
ازاي تمنع انك تعطش وتكح زيهم؟ لازم تاخد حاجه تقوي جسمك قبل ما تنزل على الباص او العربيه. شريحه تفاح اخضر، موزايا، اي فاكهه صغيره، ومعلقه عسل، ومعلقه عسل ابيض، حبه ميه دافيه. تاني حاجه لازم نشرب حبه ميه صغيرين او لبن قبل ما ننزل علشان مقاومتنا تقوى، واي تغيير في الجو من البيت الدافي للشارع البارد ما يتعبش ولا نكح ولا نعطس. لو الطفل اللي جنبك سخن او نايم او مدروخ ده بيبقى دخل حقيقي في مرض وبيجي العياده على طول، والميس بتبعتهولي وبنعالجه. ممكن اتعرف على حضرتك؟ طبعا ممكن. انا اسمي مديحه حرب وبشتغل في معهد البخاري. عايز تعرف ايه تاني عني؟ لما حد بيضايقني في الفصل اعمل ايه؟ بص بقى، احنا نتفق اتفاق، يعني حد ضايقك اخد حاجه منك مثلا ولا عمل لك ايه او وقع حاجتك في الارض؟ ها عمل ايه؟ يضايقك ازاي يعني؟ حد وقعني اكل في الارض. لا طبعا، وقع لك اكل في الارض دي هو غلطان، بس برضو لازم احنا نتعلم نعمل ايه معاه. اولا ممكن تقول له بشويش جدا ان الحاجه اللي عملها دي خطا، وقول له لو سمحت تجيب لي الحاجه اللي انت وقعتها. ها هيسمع كلامك ولا مش هيسمع؟ هيسمع. طيب خلاص، لو سمع كلامك يبقى الموضوع انتهى. طيب لو هو بقى ما سمعش كلامك هتعمل ايه؟ قول لي انت الاول كده هتتصرف ازاي. هقول للميس. شاطر، ممتاز جدا. يبقى احنا نتكلم الاول مع صاحبنا بطريقه هاديه جدا، وبعدين لو ما سمعش الكلام تقول للميس، والميس هتفهمه ان ده خطا، ما ينفعش ابدا ان احنا نزق حاجه بتاع اصحابنا في الارض. ممكن انا اسالك سؤال؟ ماشي. لو مثلا في اي واحد من اصحابك كان انت معاك الوان مثلا يعني وطلعتها بتاعتك انت وجاء اخد منك الالوان، هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ ها هقول له لازم تستأذن مني. ممتاز، لازم يستأذن منك طبعا. وانت بقى هتديله كل الالوان ولا هتعمل ايه؟ هديله، هو لو عايز لون اي لون ماشي هديله. لو عايز اي لون، ممتاز. يبقى احنا دايما يكون في بيننا وبين بعض ايه؟ تعاون. لازم يكون في بيننا وبين بعض ايه؟ تعاون. عشان التعاون ايه؟ صح. صح، وكمان بيخلينا نشتغل افضل. طيب لما الميس تطلب مننا ان احنا نبطل شقاوة ونبطل كلام عشان هي عايزة تشرح حاجة، عايزة تقول لنا حاجة جديدة، المفروض نعمل ايه كلنا في الفصل؟ نقول لها حاضر ونقعد ونسكت. شاطر يهود، ممتاز جدا جدا. على فكرة انا معرفتش اسمك كله، ممكن تعرفني بنفسك وتقولي انت اسمك هود ايه؟ هود محمد سيد الشبلي. شاطر يهود، شاطر. طب انت تعرف في اطفال صغيرين كتير قوي 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 مش عارفين هم ساكنين فين، انت تقدر تقولي العنوان بتاعكم؟ طيب قولهن كده. 3 27 27 3 فيلا 3 30. طب علي صوتك، انا مش سامعاك خالص. سمعت لحد فيلا 30، وبعدين بقيت العنوان ايه؟ فيلا 3 7. لا انت كده عشان انا نسيت في حاجة مهمة جدا جدا يا هود. هو انت زرت مستشفى ايه؟ 3 7. لا اسمها ايه المستشفى؟ 57 3 57. طب شفت ايه هناك؟ الاطفال. وقعدت عملت معاهم ايه؟ اديتهم لعب. وايه كمان؟ اتصورت معاهم. شاطر جدا. لما عملت كده انت كنت فرحان ولا كنت زعلان؟ كنت فرحان. طيب فرحان ليه؟ قول لنا عشان كل الاطفال يعملوا زيك. عشان كنت بسلم معاك، كنت بسلم عليهم وبديهم لعب.
وعشان لازم لما يكون في اطفال تعبانين احنا نروح نشاركهم ونفرحهم ونديهم العاب ونقول لهم كلام جميل، صح ولا لا؟ صح. طيب شكرا يا هود، متشكرين جدا جدا، وشكر لكل معهد البخاري. شكرا.